برلمان كان بدأ يربى ياكو تلمامي شرعيقة سوماليا صحافة دا مد حديد يمداح برناني دا ورباهين تا سلمار كانو هرس يدي إن لدباتي صحفين تا سوماليا قرار كنو يسيو دا جيرو سو سارين ايا ديرة دا لغو ساري حقوق دا ادنها حرية دا صحافة دا يا حالة دا بنان تنمية سوماليا ايا برلمان كو واحيكو تاقيرين قوان كان بدأ يرب يغو سير رسمي يغو عصان دونو سوماليا إن أي بابيسو شرعيات كصحافة دا برلمان كي يربوحو قب باقي مسؤولين تا سوماليا إن أي بابيان قضب كشرعيات كصحافة دا لبدا كوني لباتنكا أو واح لقب بدلي كاسو سوينو حديد يحرية دا صحافة دا يحرية دا هادالكا ونوه غان زنين هيريركا عالميقا يحرية دا هادالكا أيا لقويري بيان كسو بحاي ميداو غيروب ميداو غيروب أيا شاقين أي صحافة دو إن أي دور وين كله دا هي حقي چينتا دور شحري حلالا بالسا واحي شاكتين سوماليا ay xilligan doorasho ku jirto in ay saxafiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqaqa xuquuqliisanka loo hanjabo la xiro ama la diido nidaamka sharciiga ee maxkamadaha Ridwaan Salebaan Arab Saan TV abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان